أنا اليوم مضطر أبيع هذه الشغلات، ليش؟ لأنه بدي مدخل رزق، لكن لما ببيع الشغلة هذه بحس إني بايع حاجة مني. عزيزة علي الشغلة هذه لها سنين عندنا، أكثر ما إنه أنا لي 20 سنة في هذه الشغلة، لا هذه كانت عند أبويا من زمان كمان، يعني لها 50 60 سنة الشغلة هذه. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.